رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نفحات إيمان. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه العطلة، العطلة الصيفية التي عندنا فيها وقت واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف الحديث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وربي عز وجل يقول: وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. إذن عندنا فراغ، عندنا العطلة بعد سنة من التعب، سنة من العمل. يحتاج جسم الإنسان ونفس الإنسان إلى فسحة، إلى راحة، لكي يجدد العزيمة. لأنه لو كان ما ترتاحش ما تقدرش تجدد العزيمة. وطبيعة النفس البشرية أنها تصاب بالملل من الروتين. لما يكون كاين روتين كثير، فهذا الروتين قد يسبب الإنسان الملل. وإذا تسبب للإنسان الملل، قل العطاء نتاعو وقل المردود نتاعو، هذا يؤثر على النمو نتاع النمو الاقتصادي والتطور والتقدم للأمة. ولذلك فالعطلة هذه فيها حكمة كبيرة. ولكن كيفاش الإنسان يقضي هذه العطلة؟ على كل حال، أول نقطة نفهم فيها وهو أن الإنسان راه مسلم، وما دام راه مسلم فلا بد له أن يتقيد بأحكام الله عز وجل، يتقيد بشرع ربي سبحانه وتعالى، سواء كان مقيم أو مسافر، سواء كان في الحضر أو في السفر، فهو يخاف الله عز وجل ويتقيد بأحكام الله عز وجل، سواء كان في وسط أهله وناسه والله بعيد على أهله وناسه، أو يسافر خارج البلاد، فليتقيد بأحكام الله عز وجل. فالله تعالى يعبد في كل مكان، والله تعالى رقيب، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يمكنك في العطلة أنك تخصص وقت معين لحفظ كتاب الله عز وجل، جزء من كتاب الله عز وجل، تخصص وقت معين من أجل المطالعة والقراءة بعض الكتب التي لم تستطع أن تقرأها أثناء الدراسة. يمكنك أثناء العطلة أنك تزور الأقارب، صلة الأرحام أمر مهم جدا. كاين الناس أثناء العام ما تقدرش تزور عمتك، خالتك، عمك في مدينة أخرى أو ما إلى ذلك، أو أخت أو أب أو عائلة أو أسرة. لابد أن تنتهز فرصة العطلة باش تصل الرحم نتاعك وتروح تزور هؤلاء الناس وتتفقدهم، مش تبقى دائما بالهاتف العام كامل وانت واش راكب بالهاتف إلى غير ذلك. فليس من رأى كمن سمع. يمكنك في أثناء العطلة أن تسافر إلى بلد آخر، أن تسافر إلى مكان آخر، يمكنك أن تستجم على شاطئ البحر، يمكنك أن تذهب إلى أي مدينة تزورها ما شفتهاش، بل إلى غير ذلك. ولكن ينبغي في ذلك أن تتقيد بأحكام الشريعة وأن تتقيد بأحكام الإسلام ولا تعصي الله عز وجل. يمكن للإنسان في أثناء العطلة أن يمارس الرياضة، أن يشارك في الأعمال الخيرية، في المبادرات مع الجمعيات الخيرية إلى غير ذلك. يعني فرص العمل وفرص انتهاز يعني هذه العطلة كثيرة ووفيرة. إذن الاستجمام والرحم مش حرام، حاجة مطلوبة جدا جدا. السياحة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها الصحابة، السياحة التجارية والسياحة العلمية المهم أنواع كثيرة من السياحة، مش كما يفهمها بعض الناس. حطوا السياحة بين قوسين وقسموها وجعلوها في الفنادق خمس نجوم وفي المعاصي وفي الخمور وما إلى ذلك. نقول لهم: ليست هذه السياحة الحقيقية. السياحة الحقيقية هي التي تمكن الإنسان من الاستزادة، من الراحة، من تجديد النفس، من تجديد العزيمة، من يعني الاستفادة من هذا الوقت، من أجل أن تكون هناك سنة جديدة ملؤها النشاط والحيوية. انتهزوا فرصة العطلة، ولكن دون أن يعصى الله سبحانه وتعالى. أشكركم
على حسن الانتباه والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حماك ربي غاية رضاك، والقلب في يقين يحيا على هداك، ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه، القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قالكم يكن سبحانه العظيم. رضيت بالله ربّا.